ظروف هذه الواقعه هو انه البارحه يعني تلقيت مكالمه هاتفيه من طرف الزميل ديالنا اللي المكتب ديالو كيتواجد في هذه العماره، وهذا المكتب كيتواجد فيه الزميل منذ ازيد من 30 سنه. كنتفاجئ على انه كيبلغني على انه كيفاجئ على انه فاش كيجي باش يدخل المكتب ديالو كيلقى به على انه مجموعه من الاشخاص، مجموعه من 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 الاشخاص اللي هما كيشتغلوا في ميدان ديال البناء، وكاينين بعض الرجال ديال السلطه المحليه، يفاجئ على انه كيتمنع باش على انه يلتحق بالمكتب ديالو. بل اكثر من ذلك بعد محاولات معينه انه تمكن باش انه يوصل للمكتب ديالو المتواجد في الطابق الثالث، وكيلقى الملفات ديالو كيتم يعني الاخلاء المكتب بواحد الشكل فوضوي بالشكل اللي هو مخالف للقانون. اذا حنا خصنا نعرفوا بدايه هاد الامور واش عندها شي، واش كاين شي احكام قضائيه، كاينه شي امور. اذا خصنا نتحقوا من هاد الامور بشكل عام ونجمعوا المعطيات قبل ما نتخذوا القرار المناسب، لانه كما تعلمون على انه الامر اولا بصفه عامه المشرع والقانون الجنائي كيحمي حرمه المسكن اولا. الامر يتعلق بمكتب محامي، بمعنى حتى انه الا بغينا نباشروا اجراءات ديال داخل المكتب من معاينات او افراغات كاينه ضوابط اللي هي عندها علاقه بالسير المهني، امور كثيره واللي المسؤوليه تتحملها المؤسسه المهنيه. بمعنى اي حكم قضائي واي تنفيذ اي اجراء يتم النيابه العامه او مامور التنفيذ كيتم اشعار مؤسسه النقيب، النقيب ينتدب اما شخصيا او احد اعضاء المجلس اللي كيحضر هذه العمليه، لانه الامر يتعلق بمصالح المتقاضين ووثائق لها من الاهميه اسرار ديال الموكلين. اذا المشرع كيحمي مكتب المحامي وكيعتبر بانه هناك حصانه ديال مكتب المحامي. اذا هذه الامور خصنا نتحقوا بها بدايه على انه حاولنا خلال صبيحه يوم على مستوى المحكمة الابتدائية المدنية لم يصدر أي حكم قضائي يتعلق بإفراغ أو بإخلاء هذا المكتب لأي سبب من الأسباب. ثانيا نعلم جميعين على أننا احنا في واحد الفترة ديال حالة طوارئ، توقفت جميع الإجراءات، توقفت تنفيذ الأحكام القضائية. كاين مسألة أخرى ديال الجلسات، هناك توقف نهائي. وكنعرفوا القرار اللي اتخذته السلطه القضائيه بتنسيق مع جمعيه هيئه محام المغرب، القضايا اللي ممكن ان كتروج هي القضايا اللي عندها القضايا المتعلقه بالمعتقلين، القضايا السالبه الحريه، وقضايا التحقيق، والقضايا الاستعجاليه فقط. من دون ذلك هناك توقف شبه كامل عن العمل القضائي بصفه عامه. اليوم كنتفاجئوا على اننا حينما انتقلنا بعد انه مشكور خصنا نطبقوا القانون، وان الان احنا في اطار دوله الحق والقانون، دوله المؤسسات، الاتصال ديالنا بالسيد الوكيل العام. الان رجال الشرطه كيحضروا بعين المكان، كيتمنعوا على انهم باش يولجوا باش يقوموا بالاجراءات الضروريه في اطار الابحاث، ونحن ننتظر نتيجه الابحاث التي سوف تقررها النيابه العامه عن طريق الشرطه. ولكن ما سنؤكد عليه هو اننا هذا الملف هذا غادي نثبتوا به وغادي نمشيو فيه الى ابعد الحدود، وغادي نتخذوا فيه جميع الخطوات القانونيه اولا لحمايه الان حمايه المسكن، حمايه حرمه المسكن، حمايه مكاتب الساده المحامون للقيام بالواجب المهني. وبالتالي اي خطوه مستقبليه لن نتخلانا ولن نتوانى للقيام بالواجب لردع كل من يحاول ان يتجاوز الضوابط القانونيه. شكرا جزيلا. تم هنا في المكتب ديالي بصفه عاديه من 86 الى الان، ولكن تفاجئ البارح خبروني بعض الزملاء بان كاين عمليه الافراغ جاريه هنا في العماره. ملي جيت مع 6:30 العشيه منعوني باش ندخل، جا السلطه وكاين واحد المجموعه ديال الكاميات تيجمعوا تينقلوا مصير الملفات. انا ما عرفتش فين مشى الملف، الوثائق اللي في الملف ما عرفتش فين مشات، لانه هذه المسطرة هذه غريبه هذه، لانه لا النقابه ما تعلمتش، لا ما خبرش في مكان تتعلق بمكتب محامي، خصني المحامي يتشعر النقيب، هذا الشيء ما كاينش. هذه مسطرة جرات في الغيبه ديال الاطراف ديالي والجهات المعنيه بالامر.